أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم لدينا حصة الخط وحصة الإملاء، إذن مجال التغذية والصحة الوحدة الثالثة. إذن أحبتي قبل ما أبدأ اشتركوا عندي في القناة وفعلوا زر الجرس، كذلك أيضا خليوا لي جيم الفيديو، فهذا الشيء كيفرحني بزاف. إذا جميل، إذا على بركة الله هنا عندنا، ولاحظوا وأكتب، إذا هنا عندنا حرف القاف وحرف الكاف. هنا عندنا هذا الحرف القاف، هذا يكتب في أول الكلمة، هذا في وسط الكلمة، هذا في آخر الكلمة، كذلك أيضا هذا في آخر الكلمة. هنا عندنا حرف الكاف، هذا الكاف هذا يكتب في أول الكلمة، هذا في وسط الكلمة، كذلك أيضا في وسط الكلمة، وهنا في آخر الكلمة، كذلك أيضا هذا كيتكتب في آخر الكلمة بعض المرات. جميل، إذا أعيد، هذا القاف هذا كيتكتب في أول الكلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، آخر الكلمة. هنا عندنا أول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة، وآخر الكلمة. هنا عندنا الجملة، إذا جملة تقول فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم. أعيد، فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم. إذا على بركة الله نكتب حرف القاف، بعد عاد نمشيو لحرف الكاف. إذا الأطفال الصغار بهذا الشكل كتبنا حرف القاف، دابا غادي نمرو نكتبو حرف الكاف. إذا الأطفال الصغار بهذا الشكل كتبنا كذلك إذا حرف الكاف، دابا غادي نكتبو جملة فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم. إذا أعيد، فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم، اكتبوها. إذا صغار الأعزاء بهذا الشكل، إذا كتبنا فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم. إذا أعيد، فاز الفريق الزائر في مباراة كرة القدم. جميل، إذا دابا غادي ينتقلوا لحصة الإملاء. إذا جميل، إذا هنا عندنا أتدرب أتمم ب أ أو إي أو 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 أه ثم أقرأ. إذا أتمم ب أ أو إي أو 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 إي أو 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 أه ثم أقرأ. إذا أخرج أخرج إلى أخرج إلى الساحة وانتظر أصدقاءك. ارمي الكرة واتبعها. إذا أعيد، أخرج إلى الساحة وانتظر أصدقاءك، ارمي الكرة واتبعها. إذا نكتب الهمزات، إذا بهذا الشكل، أخرج إلى الساحة وانظر أصدقاءك، وانتظر وانتظر عفوا أصدقاءك، ارمي الكرة واتبعها. أعيد، انظر عفوا، أخرج إلى الساحة وانتظر أصدقائك، ارمي الكرة واتبعها. إذا سؤال موالي، أصل الكلمة بالألف التي تنقصها. إذا هنا عندنا اجري، الفواكه لذيذة، اكتب، رياضة المشي مفيدة. إذا هنا عندنا أصل بخط، كلمة أصل بخط. جميل، هنا عندنا اجري. جميل، إذا اجري هنا، إذا هذا أحسنتم بهذا الشكل. إذا اجري، الفواكه لذيذة، أ هي هذه، هنا أكتب هي هذه، غنديرو هنا بهذا الشكل، أكتب ثم رياضة المشي مفيدة. جميل، إذا أنا كتبتها لكم باش تبان لكم. إذا اجري، الفواكه لذيذة، اكتب، رياضة المشي مفيدة. جميل، إذا دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني، أتذكر وأكتب. إذا الجملة الأخيرة من نص القراءة، إذا بهذا الشكل، إذا الجملة الأخيرة في نص القراءة هي وقلت موعدنا غدا، وقلت
موعدنا غدا. اذا الشكل ما تنساوش النقطتين المزدوجتين هادو والنقطه مع الشكل. جميل. اذا وقلت موعدنا غدا. اذا احبتي الصغار احسنتم، اذا بهكا سالينا الحصه ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم الفيديو. اذا دمتم في رعايه الله والى اللقاء.